طمنا في البدايه كابتن شطه عن العمل داخل اكاديميه النادي الاهلي. شوف يا كابتن وسام، حاجه مهمه جدا، الاكاديميات دي من اهم حاجه للانديه الكبيره زي الانديه الاهلي والانديه الكبيره في العالم كله، انك تكون عندك قاعده عريضه جدا من اللاعبين، تستطيع انك من خلالها توفر للنادي الاهلي كم كبير جدا من اللاعبين في مختلف الاعمار السنيه. فاكاديميه النادي الاهلي حقيقه انا مش عايز اذكر ارقام عشان بس النادي الاهلي عنده اكثر من 10,000 لاعب الان في كل الاكاديميات. يعني ده عدد تعتبر يعني مش قياسي، ولا في امريكا ولا في اليابان ولا في اوروبا ولا في اي حته قاعدة توجد كبيرة اكاديميه جدا. فيها قاعده واكثر من حوالي 18 او 20 اكاديميه بترعاها بنفس الجوده وبنفس الاداء لكل اكاديميه من خلال لوائح النادي الاهلي واضحة. كل اكاديميه لازم تشتغل وتعمل من نفس لوائح الاكاديميات الثانيه اللي هي النادي الاهلي عامل لائحه مهمه جدا. الحاجات الثانيه، المشكله الكبيره دلوقتي عندنا تثقيف وتطوير المدربين، دي من اهم النقاط اللي احنا دلوقتي هنشتغل فيها من هنا ورايح لحد اخر السنه باذن الله. مش هيبقى احسن منها كابتن؟ حضرتك قعدت فترات طويله في الاتحاد الافريقي وبتحضر المدربين وبتدي دورات للمدربين، وكمان احنا كمدربين يعني كان اللي بيحصل على الشهاده كان المدربين، الكابتن عبد المنعم شطه، الدكتور محمود سعد، رحمه الله على الدكتور مفتي، كان اللي بيحضروا في الدورات الاتحاد الافريقي. هو الدورات دي يعني الدوره اللايسنس لا تخلق لاعب، لكن بتديك المجال عشان تمارس وتبقى كويس. ما فيش واحد في الدنيا بياخد الرخصه ويجي يكسب دوري عام مثلا او يكسب بطوله افريقيا. بتتدرج من خلال هذه الرخصه وتتعلم. مش ممكن واحد يقول لك اصل الرخصه دي ما فيهاش حاجه. لا طبعا، لكن الرخصه هي الوسيله الوحيده لانك تمارس هذا العمل بشكل قانوني من خلال علم، من خلال ممارسه، من خلال تجارب. فبالتالي انا بقول انه الحقيقه المدربين اغلبهم كويسين، لكن محتاجين لحاجه اسمها ابديتنج، حاجه اسمها ريفريشر. لازم كل فتره تعمل له تنشيط، تدي له مثلا دورات تدريبيه، تدي له مثلا ورش عمل مهمه جدا. يا طب هطلع بره الاكاديميات يعني لحظه كده كابتن شطه، وانت دخلت لنا في موضوع الشهادات وشهادات المدربين، وده موضوع كبير لكن في عجال. بتشوف دلوقتي والمدربين ما بتديرش المباريات وهي خارج الخطوط علشان ما حصلش على الشهاده، ولما بنشوف فرص المدربين المصريين لما بيخرجوا للخارج ما تقدرش تلاقيه يمسك نادي او يقف على الخط وتلاقيه يقعد في المدرج علشان ما عندوش الشهادات والدورات دي، ما حصلش عليه. ما فيش ده يا اسامه، ده خرجني من الاكاديميات. لا ده انا اتكلم على اكاديميات باستفاضه، بس ده موضوع، بس انت اللي خدتنا في الحته دي. ده موضوع مهم جدا، موضوع انا لو اتكلمت عنه الناس كتير هتزعل. انا لما كنت في الاتحاد الافريقي ال 20 سنه اللي قضيتها دي، مصر اكثر دوله افريقيه عملت رخص. اقول لك العدد 7800 مدرب من سي لي بي لاي، خلي بالك. ومصر اول دوله هي والمغرب وتونس والجزائر عملوا الرخصه ايه، واول أربعة خمس صنفار من مصر هنا عملوا البرو، البرو انستراكتور للمحاضرين، انا وكابتن شوقي ومحمود سعد وكابتن فتحي نصير، احنا الاربعه عندنا حاجه اسمها برو لايسنس ايديوكيتور، يعني احنا بنعلم البرو لايسنس. فالمصري كانت ماشيه كويس جدا، لكن الفتره اللي فاتت دي ايه التراجع اللي حصل ده؟ التراجع اللي حصل بمجرد ما حصلت اللجنه المؤقته اللي مسكت ما كانتش حريصه، ما اهتمتش بانها تكمل دورات تدريبيه، لسبب كان عندها فلسفه الحقيقه من ايام فنجادة. وانا مش عايز اخش في الموضوع ده لان الموضوع ده حقيقه يعني كان فيه شويه سلبيات كبيره جدا. فنجادة كلمته قلت له مستر فنجادة، انت مهمتك الكبيره، عندنا مدربين كتير قوي دلوقتي اكتر من 4-5,000 مدرب عايزين يحصلوا على رخصه سي. ما عندهمش رخص، عندهم الاساسيه، والاتحاد الافريقي لا يعترف بالاساسيه حقيقة. ولا الاتحاد الاوروبي بيعترف بالاساسيه، ولما مدرب يسافر بره بيعاني حتى مع الرخص بتاعت اسيا، حتى رخص اسيا والرخص الافريقيه عملنا حاجه اسمها معادله. دلوقتي كل المدربين الافارقه في اسيا بيعملوا معادله. انا بقول لك الكلام ده يعني لان انا قعدت مع الاتحاد الاسيوي والاتحاد الافريقي، لكن انا يعني بوجه الحقيقه للدكتور جمال محمد علي، هو اللي متولي الامر، هو اللي متولي الموضوع ده. قعدنا مع بعض وجبنا بقى الناس كلها وقعدوا وعمل بقى عمل دوره محاضرين عشان نبدا الرخصه. ما بدأتش لحد دلوقتي ليه؟ يعني انا في الفتره دي عايز اعمل 4-5 رخص، مصر فيها 7,000 مدرب عايزين ياخدوا رخص. لو انت قعدت تشتغل 10 سنين مش هتخلصهم، فلازم يكون عندك برنامج ماشي عليه. فبالتالي المدرب اللي ما عندوش رخصه عشان ما بيشتغلش، كل المدربين الكبار اللي عندك في مصر عندهم الايه؟ معلش الموضوع ده مهم يا كابتن شطه، وانا هفتح للاكاديميات النهارده مساحه كبير، وانت النهارده محضر لنا شغل كبير جدا وهيكون فيه مفاجآت لجمهور النادي الاهلي من الامارات ومن كل الدول العربيه. لكن هرجع لكاس العالم ونشوف وليد الركراكي المدرب المغربي، وهو الوحيد اللي كان متواجد في الدوره اللي نظمها الاتحاد الافريقي بالتنظيم مع الاتحاد الدولي اللي كانت في المغرب الاخيره.
في مصر ما عندكش ولا مدرب مصري كان في الدوره دي. حاجه الدوره دي انا كان الوحيد المتواجد اللي كان بيمرن النادي الاهلي وقتها كان بيتسو موسيماني، لكن كمدرب مصري وانت بتتكلم على تطوير الكره المصريه ما كانش عندك مدرب. بص يا كابتن اسامه، الدوره دي انا اللي عاملها من 4 سنين، لكن عشان ننفذها اخترنا من كل الدول الافريقيه افضل المدربين. جبنا من السنغال افضل المدربين، جبنا من جنوب افريقيا اللي حضرها كابتن حسن شحاته، حضرها كابتن حسن شحاته حضرها. ده اول ما بداتوها. ما هي ما بداناها، ما بقول لك دي تكمله ليها. دي وبعدين الفيفا ما بتتدخلش في الرخص. مش الفيفا اللي ادت البرو، البرو دي بتاعت الاتحاد الافريقي. لكن بيتسو موسيماني والركراجي والمجموعه المغربيه دول عملوا البرو لايسنس قبل اي دوله في افريقيا. ليه؟ لانه الاتحاد المغربي حريص جدا على انه يطور اداء المدربين. احنا كنا عايزين نعمل كده في الاتحاد المصري من 3-4 سنين، لكن للاسف الشديد كانت في لجان مؤقته وكانت في لجنه ما تعرفش لجنه ايكولايزنج كوميتي، وما قدرناش نعمل الحاجات دي في وجودي انا كنت موجود. لكن انا بقولها لك اهو، احنا الاتحاد الافريقي بدا البرو لايسنس. مصر لازم تقدم بكره دي في الاتحاد الافريقي تعمل برو لايسنس للمدربين الكبار اللي عندنا، مش عايز اذكر اسمائهم كلهم موجودين في الساحه دلوقتي، لانه بعد كده السنه الجايه اي مدرب ما عندوش برو لايسنس مش ايه بيشتغل، مش ايه برو لايسنس. وبالتالي انا بقول احنا محتاجين لبرنامج سريع جدا يا كابتن جمال محمد علي، انا بقولها لك اهو، سرع موضوع الرخص عشان المدرب المصري ما يقعدش بره في المدرجات وشكله وحش. احنا اول دوله عملت رخص مع الاتحاد المغربي والاتحاد الجزائري والتونسي والمصري الحقيقي. وده من هنا البدايه ان احنا لو عايزين نطور ونروح كاس عالم زي ما بنهتم بالدوري زي ما بنهتم باللاعبين، ايضا المدرب عليه عامل كبير. وشفنا وليد الركراكه، عايزين نشوف مدربين مصريين ايضا لمنتخبنا الوطني.